السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صائد النجوم. حلقة جديدة النهاردة من صائد النجوم، عودا حميدا من دولة الإمارات العربية الشقيقة، بنقدم لها كل التقدير والاحترام، لأن فعلا الإمارات العربية على ما كنا من سمع قبل كده إن فعلا في تلاحم وفي أخوة بين شعبين كبيرين الإمارات ومصر. أصبحت الآن مصر والإمارات هو الشعب واحد، والكلام ده اللي قالوا أهل الإمارات الشقيقة. كنا في زيارة طبعا لدولة الإمارات الشقيقة على مدار الشهر الماضي، وكان في طبعا طفرة كبيرة جدا جدا هنتكلم فيها باستفاضة النهاردة. الحلقة النهاردة هكون معاكم النهاردة لوحدي، يا رب أكون خفيف عليكم ونقدم حاجة كويسة للسادة المشاهدين من خلال قناة محترمة، قناة الصحة والجمال، اللي بتتيح لينا نعرض الشكل بتاعنا بشكل كبير وشكل منفرد وكمان شكل مميز. النهاردة الحلقة كالعادة عندنا مفاجآت، ومفاجآت كبيرة جدا هنتكلم فيها بشكل كبير، ولكن لازم نتكلم عن دولة الإمارات. لو اتكلمت عليها حلقات أكيد مش هتخلص. استضافة محترمة جدا شعبا وكمان المواطنين اللي موجودين، كمان أول مرة نروح الإمارات غطينا أحداث كبيرة وغطينا أحداث مثيرة جدا، حبينا نشوف التطور اللي بيكون هناك موجود إيه، ليس تطور تجاري فقط ولا استثماري فقط ولكن رياضيا. ده اللي الشق اللي يهمنا والمهم جدا، إن إحنا عشان نبني قاعدة ناشئين وبراعي الناشئين يبقى عندنا أندية ويبقى عندنا منتخب كبير، لابد إن إحنا ندور إزاي نطور القاعدة الكبيرة عندنا في البراعي والناشئين. ده كان فكرة من الأفكار اللي احنا كنا متواجدين من خلالها في دولة الإمارات، وطبعا احنا كنا متوجهين بقرار من نادي البطل الأولمبي، النادي العريق المحترم اللي ممكن يكون لسه جديد في الساحة الرياضية، ولكن في خلال سنتين ثلاثة أثبت جدارته بقوة ما بين استثمار قوي ومحترم هادف ان يكون في براعي وناشئين متواجدة، خلاف الأندية الكبيرة اللي ممكن تكون الاختبارات خانقاهم، أو بمعنى أصح مش عارفين يتواجدوا داخل الأندية من خلال الاختبارات. عارفين حضراتكم أن الاختبارات بيبقى فيها بالخمس تلاف وبالعشر تلاف، وممكن اللي يكون ناجح فيهم اتنين تلاتة، وطبعا المحسوبية والوساطة قصة تانية مش عايزين نتكلم فيها، عايزين نتكلم بإيجابية أكتر ونسيب موضوع السلبية ده. يعني يا رب يكرمنا كده ويبقى كل الدولة بشعبها بالمواطنين بكل حد فيهم عنده إيجابية، خطوات إيجابية ننتج ونقدر نشتغل بشكل كبير. نادي البطل الأولمبي عمل طفرة كبيرة وسافرنا من خلالها، وكان معانا عدد من اللاعبين تم اختيارهم في الأندية وتم اكتشافهم في الأندية، وده اللي من خلاله قدرنا نوري للإمارات ان احنا عندنا قاعدة كبيرة محترمة، وباعتراف المدربين هناك الإماراتيين وليس فقط المصريين اللي شغالين في دولة الإمارات، ان احنا فعلا عندنا قاعدة ناشئين وبراعم قوية جدا تقدر ان هي مش بس تغزو الإمارات، تغزو العالم. ولكن مين اللي يصفر، او مين اللي يكتشف، أو مين اللي يشتغل على ده؟ كتير جدا بيسافروا هناك لكن لا بيلاقي وكيل ولا بيلاقي نادي ولا بيلاقي غيره، أصبح الولد هناك مهدد إن هو يترمي في الشارع. وده كان مخاطرة، مش هقول مخاطرة ولكن هي ثقة شوية، إن أنا ممكن أسيب البرنامج لمدة شهر وأروح أتواجد مع اللعيبة. طبعا دي مسؤولية كبيرة، برضه ورايا بيت ورايا مسؤوليات ورايا التزامات، ولكن خوفا من ان الولاد تقابل هناك مجهول او مصير مجهول. لكن بالفعل قابلنا مدربين محترمين، من اول ما نزلنا من المطار لازم اشيد طبعا بالاخوه المحترمين جدا جدا في دوله الامارات، كابتن حسن اسماعيل الكابتن المحاضر الدولي والاسيوي، وايضا المشرف العام على حراس نادي الشارقه، نادي الشارقه عشان نتكلم عليه بشكل كبير وشكل محترم، احد انديه الكبار والحاصل على دوري المحترفين الموسم قبل الماضي، له باع طويل جدا جدا في الدوري الاماراتي. لكن كابتن حسن اسماعيل بيمتاز ليس ان هو اماراتي فقط، تحس انه لما يجي يتكلم على مصر تحس انه مصري، تحس انه هو فعلا مصري وقاعد في الامارات او مقيم في دوله الامارات. ده اللي خلانا دايما كنا دايما متواجدين معاه، كرمه الزائد جدا جدا، استضافته لينا بشكل محترم جدا، سؤاله اليومي اللعيبه عملت ايه، وصلت لفين، راحت لفين، وصلت ايه، ازاي
تدريباتهم اطمأن علينا بشكل كبير جدا جدا وكان موجود معانا. في فاصل بسيط كده كلمتين الكابتن حسن اسماعيل المحاضر الدولي بيوجههم للشعب المصري، اخدت منه كلمتين، طبعا كان حوار مطول جدا هنتفرج عليه على مراحل في حلقات قادمه، ولكن كان يهمني قوي الرساله اللي بيقدمها للمصريين بشكل محترم، وازاي لما يكون في حد عربي بيتكلم على دوله مصر بالشكل ده اكيد احنا جوانا لازم نبقى أنقياء شوية، ندور على الإيجابية بشكل كبير، إزاي نخاف على بعض؟ إذا كان في الدول العربية بيتكلموا علينا بشكل كبير، ما بالنا إحنا هنا المصريين. نخرج للكابتن حسن إسماعيل ونرجع لأن الحلقة فيها كهرباء جديدة النهاردة، معاكم متواجد طول الحلقة وأرجو إن شاء الله بإذن الله إن أنا أكون خفيف عليكم. كابتن حسن إسماعيل ونرجع مع بعض مرة تانية. أنا قلت زمان وقلت بقول الله يرحم الشيخ زايد وصانا على الشيخ زايد، وأنا قلت يعني اللي درسنا المصريين، اللي عالجنا المصريين، أطباء مصريين، مهندسين، فضل الله ثم المصريين علينا فضل إحنا ما ننكره، واضح جدا. ومصر هي أم الدول العربية، إذا واحد ما عنده خير في أمه فما عنده خير لأهله كلهم. مصر هي حضارتنا، أنا طبعا أحب الشعب المصري لأن إحنا واحد منه، فيه الشعب المصري شعب طيب، يعني طيبة المصريين هي اللي مغطية العالم العربي بطيبتها وغذتنا بطيبتها، وإحنا نتعلم دائما من أخواننا المصريين وتعتبر هي بلدنا. وأنا تعجبني دائما طيبة وابتسامة أهل مصر، وأنا أعتبرها بلدي وأرتاح دائما وجودي في بلدي، وارتاح زي ما بيقولوا لهواها وناسها وشعبها الطيبين. وانا اشكركم واشكر البرنامج مصر البلد والاعلامي حاتم عسكر على استضافتي، وان شاء الله قريبا في القاهره ويعني نستضيفون على كبات شاي مثل ما بيقولوا ان شاء الله. شكرا. كابتن حسن طبعا صاحب الابتسامه الجميله اللي الكل بيحبها منه، كابتن حسن المحاضر الدولي الاسيوي، الاخ والصديق والذي اتشرف به، شكرا جزيلا على الحوار الجميل واستضافتك الجميله طول فترتنا موجوده في الامارات، شكرا جزيلا. طبعا ما فيش كلام يتقال بعد الكلام اللي قاله كابتن حسن اسماعيل اللي طبعا اكيد حافظ كل الحواري اللي موجوده في مصر في القاهره في المحافظات. انا كنت قاعد معاه وبتكلم معاه بتناقش معاه، لقيته بيحكي لي عن الكبابجي و مطعم فلان ومطعم علان، عشان طبعا ما يتقالش ان احنا بنسوق للمطاعم، الشوارع، المحافظات، محافظة الفيوم، المنصورة، ما شاء الله عليه حافظ كل حاجة موجود. هو ده المقدم العربي المحترم اللي ممكن نتكلم عليه بشكل محترم. في طبعا عرب كتير ممكن ييجوا هنا بيسيئوا لمصر، لازم نتكلم بكل صراحة، ولكن لما يكون عندنا قدوة زي كده لا، تم ليه ان احنا نشيرها ونتكلم عليها بشكل كويس وبشكل محترم. دولة الامارات مش حاسين خالص ان احنا متواجدين في دولة غريبة، بنتعامل معاملة محترمة جدا. ليس هناك في فرق ما بين اجنبي وما بين مواطن، دولة بتحتضن 26 جنسية تقريبا، الكل فيها هناك بياخد حقه، مفيش مشاكل في اي حاجة، دولة منظمة، دولة محترمة جدا. لكن هي هنا احترام البني ادم داخل الدولة شيء كويس جدا، لازم يبقى في احترام للبني ادم، لازم برضو البني ادم في الدوله يعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه وايه القوانين. مش نقول مثلا البسوا كمامه نلاقي مصر كلها رايحه تعمل مظاهرات واحتفالات ومش عارف ايه، ومفيش ولا واحد لابس كمامه. هناك الكمامه اللي بس قلع الكمامه داخل السياره 1500 درهم غرامه، ده قانون هناك. وهناك القانون بيسير على الملك وبيمشي على العامل اللي ماشي في الشارع. كل التحيه والتقدير لدوله الامارات، طبعا مهما اتكلم عليها مش هقدر اوفي حقها. نرجع بقى لحلقتنا المثيره والقويه جدا، قرار مهم قوي كنت اتكلمت عليه من شهرين او ثلاث شهور عن احد الانديه والمسميات الجديده اللي يقول مثلا نادي القادسيه الرياضي، نادي الشرق الرياضي المصري، نادي مش عارف عبود المصري، نادي مش عارف ايه المصري، انديه كتير جدا جدا اتكلموا عليها، ونادي العين الاماراتي، ونادي مش عارف ايه، كل دول مصريين يعني بيتكلموا على ان الانديه دي موجوده. حاجه بقى مهمه قوي لازم نتكلم فيها، وادي الجواب على الشاشه، وريت اخواننا بس مخرجنا الجميل يظهروا لي على البلازما علشان نتكلم عليه بشكل كويس وهو معروض قدام حضراتكم. الانديه اللي اعتمدت من خلال اتحاد الكوره اللي موجوده قدامنا على الشاشه هي دي الانديه اللي هتمارس النشاط في كره القدم. اي نادي اسمه مش موجود هنا في الانديه المستحدثه طبعا هيبقى نصب وهيبقى حوارات كتير جدا جدا. القرار ده على فكره
ما طلعش، القرار ده لسه طالع امبارح او لسه جاي امبارح طازه، لسه ما فيش اي حد شافه. كل المكاتب اللي فاتحه دلوقتي والمكاتب اللي بتتكلم على استثمار رياضي وعلى شركه مش عارف ايه ونادي القادسيه، وجابوا كل الانديه العربيه في مصر علشان يستثمروا فيها وعلشان تبقى مسميات، وهسفرك بره وهعمل لك عقد بره، كل الكلام ده هوى. احنا كنا سافرنا وقعدنا بشكل كبير جدا على ارض الواقع وشفنا الكلام ده. مفيش اي نادي عربي عامل توأمة مع اي شركة هنا او نادي هنا انه يودي قطاع براعم وناشئين في مصر. لا، الناس بتشتغل، الناس بتاخد اللعيبة بتروح بيها، يا في احتراف يا في اختبارات يا في معايشات، ايا كان الشكل اللي موجود هناك تكون متواجد معاهم. لكن تبعت لعيب ويقعد بثلاث شهور هناك متغرب ويلف حوالين نفسه ويجي وفي الاخر الموضوع كله عبارة عن نصب، لا ده كده مش كلام مش مظبوط. لكن اللي انا عرضته لحضراتكم دلوقتي على الشاشة دي الاندية اللي هتبقى متواجدة. ما فيش حاجة اسمها نادي العين الامارات المصري ولا نادي الوداد المغربي المصري ولا نادي، الحاجات دي منتشرة في مطروح، منتشرة في المحافظات. عايز اقول لحضراتكم مسمياتها، اللعيبة، كل حاجة كلها موجودة عندي. الاندية اللي بانت على الشاشة دي اللي هي داخلة جديد في اتحاد الكرة واللي تم اعتمادها واللي تم ان هي هتشتغل على ارض الواقع. غير كده مفيش الكلام ده خالص. حبيت ان انا اتكلم في المضمون ده وبالشكل ده، وكان يهمنا نتكلم في الموضوع ده. نادي البطل الاولمبي تم فعلا سفر لعيبه، احنا محتاجين طبعا ان احنا نشوف اي حد بطل الاولمبي دلوقتي دخلنا المدير الاداري او اي مسؤول عشان نقدر طبعا ناكد على كلامنا ان التسويق الرياضي بشكل كبير تلوث في مصر من كتر الاستثمار، من كتر ما ان لاعب ادفع عشان تلعب. في لعيبه بتدفع عشان تلعب، لعيبه ممكن ما يكونش السوبر، لان النادي دلوقتي محتاج على الاقل لو كان القيد عندك 30 لاعب فانا محتاج 10 يشيلوا الفرقه، ال 10 دول لو سوبر مش هيدفعوا ولا جنيه. طب انا عندي 20 50% و 60%، طب ال 20% او ال 50 60 او ال 70% او الكلام ده كله، ده هيلبس وهيتأيد وهيلعب كوره والكلام ده. طيب احنا طبعا كابتن طه محمد المدير الاداري لنادي البطل الاولمبي واللي عامل طفره كبيره جدا في الرياضه المصريه، اهلا بيك، اهلا وسهلا كابتن طه. ازيك يا حاتم، عامل ايه؟ ازيك يا حاتم؟ الحمد لله. كابتن طه بنرحب بيك طبعا معانا، والحديث النهارده عن البطل الاولمبي اللي عامل طفره كبيره في الكره المصريه، واللي طبعا له رئاسه كبيره كابتن جمال العقاد، دكتور جمال العقاد او كابتن جمال العقاد طبعا باع طويل جدا في الكره المصريه، ايضا دكتور يحيى فارس رئيس نادي البطل الاولمبي، كابتن سيد رياض المشرف العام على الكره في نادي البطل الاولمبي، والكابتن طه. اهلا وسهلا بيك كابتن طه. اهلا بيك كابتن حاتم. اهلا بيك. طبعا التوفيق ده بتاع ربنا الحمد لله، واحنا كلنا بنعمل اللي علينا كابتن حاتم، طبعا مش مخليين يعني الحمد لله، يعني كلنا سواء انا او الكابتن سيد رياض، يعني احنا متواجدين في الملعب، يعني بنحضر كل التمرينات بنفسينا، بننزل كابتن سيد بنفسه بيشرف على التمرينات، انا بنفسي مش بخلي الاداريين تنزل الملعب، انا كمان بنزل الملعب وبشرف على قيد اللعيبه، والحمد لله احنا بنتعب جامد يا كابتن حاتم، ودوت يعني عارف ان كل مجتهد نصيب، واحنا بنجتهد ونتعب جامد فربنا بيوفقنا، وده نجاح يعني الحمد لله توفيق من عند ربنا، انت فاهم. كابتن طه، عايز اعرف ردود الافعال طبعا لما تم سفر اللعيبه، ردود الافعال من اولياء الامور من النادي دوله الامارات، الكلام هناك على اللعيبه بشكل عام كان عامل ازاي؟ طبعا انا لو اتكلمت تبقى شهادتي مجروحه، ولكن انت موجود في مصر هنا فاكيد الاخبار بتوصلك بشكل كبير، ردود الافعال هناك، وضع اللعيبه، السكن اللي هم قاعدين فيه، الشكل، الدور اللي بيقوم بيه نادي البطل الاولمبي. طبعا انا عايز اقول لك بس من البدايه خالص يا كابتن حاتم، يعني من الاول خالص اول ما بدانا نقول احنا هنسفر لعيبه ونودي لعيبه تلعب في الامارات وفرصه احتراف وكده، طبعا كل الناس يعني قالت لك ده شركات كبيره بتقول احنا هنودي لعيبه، وبرده ما فيش الكلام ده كذب، ما حدش هيسافر تمام. حتى اللعيبه اللي احنا يعني اتفقنا معاهم ان هم يسافروا، الناس بدات تقول لهم ده بينصبوا عليكم، ده كذب، ده ما فيش حد هيسافر تمام. كلام كتير كده يا كابتن حاتم، طبعا اكيد يعني كل المشاهدين وحضرتك طبعا عارفه، طبعا احنا يعني كسرنا كل الكلام دوت بان احنا بدانا يعني فعلا عملنا حاجه على ارض الواقع، وخدنا سكن خاص بنادي البطل الاولمبي هناك في دوله الامارات، وعملنا تعاقد مع النادي هناك نادي الشارقه، واللعيبه بدات تسافر فعلا واتصورت وهي في المطار هنا، وحضرتك طبعا استلمتهم في الامارات هناك، وبدات اللعيبه تتصور وهي في الامارات. طبعا اكيد حضرتك عارف
وكل المشاهدين عارفين الناس اللي حتى الناس اللي صدقت وصفرت فعلا لعيبه. اللعيبه كابتن حاتم بتروح يعني مع احترامي ليك بتنام على فوق مباني وبتنام في الشوارع وحاجات غريبه كده انا بسمعها فعلاً يعني فاهم انت يعني كابتن سيد رياض يعني يعني ربنا يعني انت فاهم ربنا يخليه لينا. معاك اتفضل معايا كابتن حاتم اتفضل معاك طبعا وفر سكن محترم جدا يعني طبعا احنا صورناه برضو عشان احنا نبقى مع اولياء الامور ومع الناس اللي هي معانا في النادي مصداقيه فاحنا بنصور كل حاجه ونعرضها على البيدج الرسميه بتاعت النادي. تمام يا كابتن طه. كابتن طه طبعاً انا بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك وعلى مداخلتك معانا. طبعا اكيد من الاتصال واضح ان في ردود افعال كويسه وفي طبعا حتى لو عايز اقول لحضراتكم حتى لو ما فيش ولا لاعب مضى في وطبعا ده وارد جدا ان انا اجيب لاعب سوبر للنادي الاهلي. لو هنجيب مثلا كريستيانو رونالدو ممكن النادي الاهلي ما يوافقش بيه رغم انه احسن لاعب في العالم. في حته اختيار اللاعب انه ينزل ويختبر وما قابلش في النادي ده وارد، مش هنقول ان هو اتنصب عليه، لا ده هو نزل النادي بالفعل، لكن النادي له رؤيه، هو محتاج اللاعب ده ولا لا؟ هو المركز ده موجود عنده ولا لا؟ هو ناقص عنده ولا لا؟ هي دي الفكره. بس انت بتقدم مصداقيه بشكل كبير، هو ده اللي انا عايز اقوله. لكن بقى اللي بيحزنني قوي وبيشد فعلا بحزن قوي لما اكون مصريين بره وبعض المصريين يكونوا بره وبنحقد على بعض والحقد مالي قلوبنا بالشكل الكبير ده، ويبدا مدربين ليها تاريخ قاعده ب 20 سنه بره في دوله الامارات او في اي دوله ثانيه، ولما يكون في حد لسه طالع امبارح اسمه حاتم عسكر او اي حد لسه بيقول يا هادي وبيبدا يشق طريقه ويبدا يسترزق ويبدا يشتغل ويبدا يشتغل على ارض الواقع بس بيكون عنده مصداقيه، ليه نحاربه؟ ليه نتكلم كلام مش كويس؟ ليه ان احنا نطلع مدرب بقاله 20 سنه له تاريخ؟ اي نعم هو ما حدش عارفه في الامارات طبيعي يعني. شغال على قده أو شغال مع نفسه أو شغال في أوضة مغلقة ومفيش حد سلط عليه الضوء، فعشان ياخد الشهرة الكاملة يطلع على صفحات الفيسبوك ويعمل بث مباشر ويتكلم على ناس بتصفر وناس بتعمل. أنت خليك في مكانتك يا كابتن، خلي احترامك كبير يا كابتن، خليك أنت الناس تتفرج عليك وتشاهدك وتقدم خبراتك. أنا بطالب المدربين المحترمين، أي مدرب عنده فكر راقي بدل ما يطلع على صفحته ويقول فلان وعلان، قدم للقطاع نموذج تدريبي محترم يستفادوا منه، قدم للقطاع خبراتك، خبرات السنين، شهاداتك اللي انت واخدها سواء دافع فلوسها او واخدها باجتهاد، طبعا دي حاجه ما تخصنيش، ولكن اللي يهمني قوي ان انت لما تيجي تتكلم عن الرياضه اتكلم عن النموذج اللي انت اتعلمته عشان توصله للولد عشان يستفيد عشان يطلع يقول انا اتعلمت من المدرب المحترم ده، لكن تطلع تحارب الناس او تطلع تتكلم على ناس هي سافرت بالفعل واشتغلت بالفعل. وعلى فكره بكرة إن شاء الله بإذن الله في طيارة الساعة 12 أو الساعة 1 أنا مغادر الإمارات ومعايا قنبلة جديدة، قنبلة وهو مش عايز أقول الاسم ولكن هو كابتن منتخب مصر. مواليد كام؟ خليها مفاجأة عشان ده أنا واخده مخصوص بس عشان يشرفنا في دولة الإمارات في أحد أندية دوري المحترفين. بكرة إن شاء الله مش هغيب عليكم كتير بإذن الله، ممكن أسبوع ولا حاجة وتلاقوني في الحلقة بتاعت الأسبوع اللي جاي، ولكن إحنا بنحاول نجتهد، بنحاول نقدم حاجة كويسة. المطالب بقى من المصريين هناك بدل ما هم يقطعوا في بعض ويقولوا الحق ده في شهر واحد حاتم ده هيكسر الدنيا او نادي البطل الاولمبي ده هيكسر الدنيا، ده غطى على الاهلي والزمالك. الفكره مش كده، الفكره انك الشعب المصري محتاج المصداقيه او الناس محتاجه المصداقيه عشان نقدر نتكلم او نقدر نصدق بعض. انا عمري ما هدفع فلوس النهارده في اي مشروع او في اي حاجه غير لما اكون ضامن هكسب كام، هي الناس بتحسبها كده، لكن الرزق بتاع ربنا لازم نكون مقتنعين بالكلام ده. ده اللي انا حبيت اقوله. الحاجه الثانيه برضو والحاجه المهمه قوي عايز انبه ليها ان احنا لما سافرنا شفنا المدربين هناك مصريين محترمين كتير جدا، ولكن بيختلفوا عن المدربين اللي عندنا هنا. فين عندنا مدربين اللي هو ممكن يكون زهق مثلا لعب كوره وبطل بدري، او واحد نجار مسلح، او واحد شغال في فرن عيش والدنيا وقفت معاه فقال افتح اكاديميه واجيب ولدين ثلاثه البسهم تيشرتات وكورتين ونعمل ايه اي حاجه. ما هو اليوتيوب دلوقتي ممكن تتعلم منه نموذج تدريبي تلاعب بيه الولاد، ده عادي جدا على فكره، وتجيب طقمين حلوين من التوحيد والنور وتلبسهم وصفاره وتبدا تبقى مدرب والدنيا هتبقى جميله وانت في نظر اولياء الامور مدرب عالمي. وممكن تقول انا لعبت في النادي الاهلي، اخبط اي سنه وخلاص محدش هيسال وراك. الفكره بقى مش كده، الفكره هناك في دوله الامارات ان اللي بياخد شهاده بياخدها عن اعتماد ان هو مدرب حقيقي.
لكن هنا للأسف الشديد واللي اكتشفته واكتشفته مؤخرا وتأكدت منه إن كل الشهادات المصرية اللي طالعة من اتحاد الكرة المصري لا يعترف بيها في آسيا. إزاي الكلام ده؟ يعني كل الشهادات اللي موجودة هنا السي والبي والاي والأساسية والأفريقية السي لا يعترف بيها في آسيا. ليه الكلام ده؟ لأن للأسف الشديد الاتحاد المصري المحترم لازم يكون فيه هنا تنوير للمدرب اللي شغال. في مدربين محترمين شغالين في مصر كتير، ما بقولش هنا، أنا بقولك في مدربين محترمين، لكن في ناس بيسوقوا القصة بعملية التزوير في الشهادات. حتى الشهادات الأصلية ما بيعترفش بيها بره. ليه؟ لأن بره أنت بتخاطب أو في مدارس أوروبية بتيجي تدي المحاضرات، لكن مين هنا اللي بيدي المحاضرات؟ عندي 2 3 4 10، لكن هناك بيجيب الألماني يدي محاضرات، والسويسري يجيب المحاضرات، وغيره وكل الناس دي تدي محاضرات. فعمر هناك الأجنبي ما بيعلم واحد أو يديله محاضرة إلا ما بيكون عارف فعلا هو دارس. لكن إحنا هنا حفظنا كم مصطلح، السرعة بالكورة، المهارة بالكورة، كوردينيشن، مش عارف إيه، حاجات كلها كده تخلي ولي الأمر يحس إن اللي قاعد بيدرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. فإحنا لازم نبقى فاهمين كويس جدا جدا إن في تقصير إذا كان في المنظومة الرياضية. ما بعفش طبعا على وزير الشباب والرياضة لأنه له كل التقدير والاحترام، لكن أنا بتكلم جوه اتحاد الكورة، من اللي مسؤول على قطاعات البراعم والناشئين، من اللي بيدير المنظومة، من اللي هيفيد المدرب عشان في الآخر يعود على الولد. ده اللي بتكلم فيه. طبعا معانا تقارير كتير جدا في الحلقة، ولازم طبعا إخواننا طبعا في الإمارات قاعدين مستنيين. كنا رحنا أحد الأكاديميات وشفنا أحد الأكاديميات في أكاديمية الأكاديمية الألمانية اللي موجودة طبعا كابتن محمد عفيفي وكابتن مرسي، الشخصية المحترمة واللي استقبلني برضو هناك في الإمارات، ومش عايز أقول لحضركم على كم الواجبات اللي عملها معانا ده عشان مصري وكمان محترم جدا وأصيل، راجل أصيل. هنشوف طبعا معانا تقرير للأكاديمية الألمانية ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. طبعا رجعنا حضراتكم بعد ما شفنا التقرير الخاص بالأكاديمية الألمانية. الفكرة هنا في طبعا احنا كان معانا التقرير مطول، ولكن عشان تعرفين وقت الحلقة احنا لسه معانا ان شاء الله بإذن الله حلقات جاية هنعرض فيها كل التقارير اللي اتعملت. الفكرة هنا في الأكاديمية واللي عجبني جدا أسلوب التدريب فيها ان المدرب كابتن محمد عفيفي أثناء التدريب طبعا بيعامل جنسيات مختلفة، فأكيد طبعا المصري محتاج يقول له كلمة، السوري، الأرجنتيني، الفلبيني، الولاد كلها موجودين. فعشان يتعامل مع الولاد دي لازم اكيد الثقافه بتختلف من المدرب او المعايشه، ازاي يتعامل مع المصطلحات الرياضيه بالانجليش وبالعربي عشان يقدر يواكب المنظومه اللي موجود فيها. ده اللي كنت بتكلم فيه قبل التقرير، وبقول ان المدرب لازم يثقف نفسه يعني اخلاقيا وتربويا وتعليميا وكمان فكريا في زياده افكاره في الرياضه في النماذج التدريبيه. عجبني جدا اسلوبهم الكبير والاسلوب الاوروبي، ناس بتعمل ورش عمل للاكاديميه، ناس بتعمل ورش تدريبيه للاكاديميه وبتجيب محاضرين يتكلموا بشكل كويس مع الولاد، في دكتور نفسي، في دكتور طبي، في دنيا تانية مختلفه خالص. طبعا البعض هيقول لي يا كابتن حاتم انت بتتكلم على اكاديميات في دولة الإمارات والفلوس والدولارات والكلام ده كله. لا، هو الفكرة مش كده خالص، هي الفكرة بس الضمير شوية. يعني انت حتى لو انت راجل فاتح أكاديمية على قدك وفيها 5 ولاد، ما تبصش ان هي بيزنس بس بتيجي آخر الشهر تقبض منها فلوس وخلاص. بص ان انت بتعامل ضميرك وبتشتغل معاهم بضمير كويس، اكيد الشهر اللي جاي هتلاقي 10، هتلاقي 15، هتلاقي 20، هتلاقي 30، هتلاقي نسبة كبيرة، هتفتح بيوت أرزاق تاني لمدربين تاني يشتغلوا معاك. لكن انت باصص لها انا النهارده اطلع لي كذا، ايجار الملعب كذا، يبقى انا كسبت كذا. لا، هناك برضو الاكاديميات دي ما هي اكيد برضو الدخل الشهري للعيبه برضو يواكب الحياه الماديه هناك، يعني مش حاجه اوفر قوي عشان يبقى عندهم ملعب زي كده مغطى ومكيف ودنيا مختلفه ولبس موحد وشكل موحد وشكل كويس جدا. يعني اكاديميه بتسفر ولادها، بيروحوا روسيا بيعملوا معسكرات، بيروحوا هنا طبعا فرق الامكانيات. مش بقارن بمصر، لا بالعكس، انا عايز انقل بس الافكار، عايز انقل الشكل ان احنا بنشوفه بره نيجي نطبقه هنا في حدود طبعا امكانياتنا. مش هقول لك بقى روح حتى عربيه خاصه لكل لاعب ووصله لغايه بيته والكلام ده كله، لا، علم الولد الاخلاق، ديانته، بيته، اسرته، دراسته، الحاجات دي كلها المدرب لابد ان هو يوصلها ليه بشكل كويس. فاحد طبعا التقارير اللي كنا موجودين فيها في دوله الامارات حاجه مميزه جدا، لقيت لاعب موجود هناك، لاعب اسمه رحيم. اللاعب ده طبعا مصري الجنسية،
لفت انتباهي ان الولد تركيزه حتى لما اتكلم معاه وباخد ودي معاه في الكلام، الشكل بتاعه وكلامه واسلوبه تحس ان هو تفكيره وتركيزه كله رايح في اتجاه واحد، هو كرة القدم، هي اللعبة. اللعبة او كرة القدم اللي الولد في السن ده، هو طبعا 2006 بسم الله ما شاء الله لما نشوفه طبعا والطول بتاعه مش هتقوله الكلام ده، لكن هم بيعرفوا يشتغلوا على الولاد هناك ازاي، تطوير جسماني، تطوير فكري، تطوير كمان ان هو ما يبعدش حتى لو الدنيا اخدته، يبعد عن ديانته او يبعد عن حياته، يبعد عن، يعني هقول لحضراتكم على ايه، يبقى برضو مثله الاعلى مش محمد صلاح بس. الموضوع مش ان احنا يعني محمد صلاح لعيب محترم ولعيب بيصلي ولعيب شايف ديانته ولعيب ملتزم وكده وبقى قدوه للمصريين، الفكره برضو احنا مش عايزين الف محمد صلاح، عايزين ناس كتير محمد صلاح. مش هنفضل نقول محمد صلاح لغايه ما يعتزل وما نلاقيش حد تاني جاي، زي ما قعدنا نقول عصام الحضري عصام الحضري واحنا دلوقتي ما عندناش حراس مرمى. فالفكره كلها ان احنا عايزين نطلع فكر تاني، عايزين نعمل فكر تاني، عايزين يبقى في ولاد عندنا نطورها بشكل كبير، نقول عليها ان هي فعلا نجوم كره قدم يشرفونا بره. طبعا رحيم والقائم عليه وكيله كابتن هشام المهدي، طبعا كابتن هشام المهدي اللي متخصص بره طبعا في اكبر مستشفيات، هنشوف دلوقتي تقرير لو يحضره لنا، هنشوف تقرير خاص بمستشفى طبعا ادم رايت، مستشفى طبعا متخصصه في عظام جراحه العظام، طبعا كبار اللاعبين في مصر بتروح تتعالج فيها، وفعلا ده حصل، كان عماد متعب تقريبا، وكان في لعيبه كتير جدا، عمرو جمال، كل اللعيبه اللي كان حصل لها اصابات في مصر فعلا راحت اتعالجت فيها، بتقدم فكر كبير جدا جدا. كنا رحنا برضو هناك وعملنا احد التقريرات هناك وشفنا المستشفى بشكل كبير. مستشفى طبعا التخصصي ادم دي موجوده في فرعين بس، موجود في ميونخ في المانيا وموجوده في الامارات. ان شاء الله باذن الله تم التواصل طبعا مع الشخصيه الكبيره والمحترمه مدير المنظومه كلها، وفي فكر في دماغه انه يحاول يعمل الفكر ده في مصر. بس عشان يعمل ده في مصر احنا عايزين نطور من نفسنا، مش كل واحد جه في صباعه اصابه يروح طالع على المستشفى، الموضوع مش كده خالص. احنا بنروح هناك، اما كنا عملنا الزياره لقينا المنتخب الاماراتي موجود هناك، لقينا اللعيبه حاجات متخصصين في كل حاجه. تقرير بسيط هنروح طبعا نشوف المستشفى ونشوف التقرير اللي عملناه فيه ونرجع لحضراتكم مره تانية في صائد النجوم. فيها طبعا احنا عندنا كافه الاجهزه، عندنا غرف عمليات على اعلى مستوى، عندنا اكثر من 40 سرير جوه المستشفى موزعه على الاقسام الباطنيه الداخليه، عندنا غرفة عناية مركزة فيها 5 أسرة وجهاز تكريس كامل، عندنا مجموعة من أكثر أطباء العظام وأطباء القلب والباطنية والروماتيزم والمسالك البولية، عندنا كل الأجهزة اللي ممكن تعيد الدكتور أو العامل في المجال الطبي أن يصل إلى التشخيص المناسب ويعالج المريض على أعلى مستوى عشان نحافظ على التميز اللي أنشئت على أساسه، على فكرة التميز. إحنا المستشفى دي أنشئت عشان تقدم خدمة متميزة عن بقية المستشفيات. الاستعانة هنا بكافة هنقول مش هنقول بس كمصريين فقط، ولكن لقيت هنا جنسيات كتيرة موجودة، هل بيتم الاستعانة بالجنسيات؟ طبعا احنا عارفين ان الجزء الطبي هو علم الكل بيمشي فيه بنمط واحد، ولكن وجود الجنسيات المختلفة داخل المستشفى بتدي أريحية للمريض اللي بيتعامل مع كل الجنسيات. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا في دولة الإمارات العربية مجتمع قائم على تعدد الثقافات والجنسيات والعيش بتسامح وسلام والتعاون والتناغم ما بين هذه الجنسيات، وطبعا هنا البلد نجحت على اعلى مستوى انها تحقق المعادله دي، ان يعني كل الجنسيات تكون عايشه، كل الجنسيات واخده حقوقها، كل الجنسيات تخضع للقانون اللي هو اعلى شيء هنا في المنطقه يعني. ومن هذا المنطلق هذه المستشفى تحوي على مجموعه من اطباء وعاملين في المجال الطبي من مختلف الجنسيات، فأي مريض بيجي من جنسية معينة بيلاقي من اللي يقدر يفهمه ويتعامل معاه ويصل معاه إلى مشكلته ويعمل على حلها بسهولة يعني. طيب ده كويس جدا. دكتور تامر، تحب توجه رسالة للمصريين بما إنك أنت موجود هنا في التطور الكبير ده، أنت تشوف حلم المصريين في الصحة، صحة آمنة، رسالة توجهها للكاميرا والمصريين شعبك المصري. والله أنا بقول لإخواتنا وأولادنا وأهلنا في مصر، وبما إني من الناس اللي هنا بقالهم فترة طويلة تزيد عن 30 سنة في دولة الإمارات، بس طبعا ما بقطعش زياراتي وعلاقتي ببلدي الأصلية،
بقول لهم ان الوقايه خير من العلاج، وان الانسان يتبع الاجراءات الصحيه عشان ما يضطرش بعد كده انه يدفع وقته وثمنه وحياته لاخطاء قد تكون سهله التجنب يعني. وبقول لهم ان في المنظومه الطبيه هي تعاون ما بين المريض وما بين الطبيب، ما نلقيش كل العبء واللوم على المنشآت الصحيه، احنا كمان لنا دور كبير جدا، نفهم طبيعه المكان، نفهم طبيعه امراضنا، نوصل معلوماتنا بسهوله، وبالتالي نقدر نستفيد باكثر اكثر قدر من الخدمات الصحيه الملائمه. دكتور طبعا ادم فيتال ليها طبعا باع كبير جدا جدا، هتبقى في الوطن العربي وهتعمل فعلا طفره كبيره، لان تخصصها طبعا في جراحه العظام باحدث الاجهزه المتطوره. احنا عملنا تصوير كبير جدا ولكن الوقت بيجري بينا بسرعه، فللاسف التقريرات بتبقى شويه محكومه. لسه لينا معانا حلقات ان شاء الله باذن الله هنطل عليكم بيها بشكل كبير. نرجع بقى للاعب الجميل جدا اللي قابلته هناك وبظروفها، ولاعب قمه الخلق رحيم تربيه. طبعا انا بشكر، بوجه الشكر طبعا للمصور المحترم الاستاذ طبعا حريري على تالقه معايا، مجهود جبار جدا كان بيلحقني في كل مكان في التصوير. في معانا تقريرين، الاول هنشوف تقرير كابتن مرسي. كابتن مرسي طبعا محبوب، هو فعلا شخصية محبوبة وشخص طيب جدا. كنا عملنا معاه تقرير، كابتن مرسي هو مدرب في قطاع براعم، قطاع ناشئين نادي الشارقة، نادي الشارقة اللي له معانا النهاردة كم تقرير كده هنبص عليهم. ولكن هنشوف طبعا كابتن مرسي، أنا بوجه له كل التحية والتقدير على استضافته الجميلة طول الفترة اللي فاتت، وكان ملازمنا بشكل كويس حتى كمان وقفته مع لاعبتنا بشكل محترم. بوجه له كل التحية والتقدير من مصر للإمارات. نروح للكابتن مرسي ونرجع مع بعض مرة تانية. بعده المحترم لينا هنا في دوري الإمارات كابتن مرسي محبوب، لاعب نادي المنصورة السابق في وحكمنا المحترم جدا جدا من اتحاد الكرة المصري. كابتن مرسي محبوب ومدرب نادي الشرقة في قطاعات الناشئين في نادي الشرقة الرياضي، أهلا وسهلا بك كابتن مرسي. مشكورة، أتاحت الفرصة في قرار حكيم جدا للوافدين بالمشاركة في كل الألعاب، مش في كرة القدم بس، وده شيء طيب طبعا. الألعاب والأنشطة طبعا كل، لكن بشيء مقنن بنظام. برضو نرجع للنظام، يعني مثلا اللي مولود في الدولة يقدر يشارك، اللي مش مولود برضو يقدر يشارك لو عنده إقامة. الإقامة ولازم يكون برضو عنده إقامة، ففي قوانين منظمة مرتبة لابد ان احنا نتبع هذه القوانين، ولكن الباب اصبح مفتوح. طب يعني ناخد من كلام حضرتك ان ممكن دلوقتي بقى عندنا في موهبه كويسه، اذا كانت براعم او ناشئين، ممكن يبقى لحسن حظنا التواجد هنا في الانديه وانديه الكبار برضو ويتم قيدها وتشارك في الدوري؟ طبعا ده شيء لا خلاف عليه، ولكن نرجع لموضوع النظام والتقنين. بمعنى اذا اللاعب مقيم في الدوله بيقدر يشارك، إذا هو من مواليد الدولة يعامل معاملة المواطن. إذا هو مش مواليد الدولة ومقيم، كل نادي له عدد محدد، فطبعا الباب مش مفتوح على مصراعيه. كل نادي له عدد محدد. كمان أي مدرب عشان يجيب لاعب من برة لازم اللاعب ده يكون ضامن اللاعب ده هيفيده 100%، فهو بالتالي لابد من الموهبة الكفاءة. إن لم يكن موهوب فهو لازم يكون كفء، لكن لعيب عادي متوسط ما اعتقد انه يقدر ينافس هنا. وبعدين اذا انت بتتكلم هنا ان الموهبه تيجي عشان وبعدين يلعب فريق اول، شوف الدوري الاماراتي فيه كام لعيب برازيلي، شوف فيه كام لعيب من امريكا اللاتينيه، دول امريكا اللاتينيه، وهكذا وهكذا. اذا هو بعد فتره من الزمن، بعد ما يبقى عنده 20 سنه، مطلوب ان اعتمادك واهتمامك بالناشئين اكثر. الاختلاف الوحيد، او في اختلافين بين مصر وبين الامارات، اول حاجه النظام وتطبيق النظام. النظام تقصد حضرتك النظام اللي بيتطبق على الدوله، مش النظام اللي هو الحكم. لا انا بتكلم على نظام منظومه كره القدم بالظبط، على اعتبار انا شغال فيها بالظبط. بمعنى انك لابد انك تخلق هيكل تنظيمي للنادي تمام، ويتم تفعيله مش يكون على الورق بس تمام. بمعنى ان في طبعا الانديه هنا محترفين، الاتحاد الاسيوي بيجبر الانديه ان يكون كره القدم تنفصل عن النادي ولها اداره خاصه، فبيقولوا عليها شركه النادي لكره القدم، وليكن شركه نادي الشارقه لكره القدم، شركه نادي شباب اهل دبي لكره القدم، وهكذا. هذه الشركه لها رئيس مجلس اداره ونائب رئيس وبعدين واعضاء مجلس اداره. وبعدين نيجي لاهم شيء بقى، العمل الميداني. فيه مشرف فني لاكاديميه الكره اللي هي قطاع الناشئين، هو طبعا بيكون مهتم بالمدربين، برامج التدريب،
ستايل اللعب، كل هذه عنده. ومدير الأكاديمية هو خاص بالتعيينات، التوظيف، الاستقطاب مدربين جدد، تسجيل اللاعبين، الشغل الإداري. فالاثنين دول هما يعني مهمين جدا جدا في المنظومة في كرة القدم. أعتقد أنا طبعا تركت مصر من فترة قد يكون إحنا عندنا، لكن مش بالكيفية دي. تمام، دي حاجة. بالنسبة طبعا حتى مواعيد التدريب منتظمة جدا، لأن في إمكانيات ملاعب. تمام. يعني كل فريق ليه ملعب، ففي مواعيد تدريب منتظمة، في باصات للاعبين عشان تجيبهم من البيت وتوديه البيت بعد التمرين، برضو دي منظومة تانية ليها مشرف خاص. طبعا انت بتحاول تضع كل الوسائل اللي تضمن ان اللاعب مفيش حاجة تعوقه. كل الشكر والتقدير طبعا لكابتن مرسي. انا ما اقدرش انسى ابدا ابدا ان طول فترة الإقامة اللي كنا موجودين فيها لازم نذكر كابتن عادلي. طبعا كابتن عادلي من المدربين المحترمين جدا جدا جدا، لازم اشكره شكرا جزيلا. كابتن عادلي طبعا مدرب العام لنادي عجمان، وطبعا لاعب نادي المقاولون السابق، تاريخ كبير جدا جدا. انا بشكرك طبعا كابتن عادلي لانك فعلا فعلا اضفت لينا واضفت للكره المصريه تاريخ كبير جدا جدا في دوله الامارات. بشكرك طبعا شكرا جزيلا. بشكر طبعا كابتن اشرف محمد، بشكر طبعا سعد عسكر، بشكر كل الناس اللي كانت موجوده فعلا في دوله الامارات وكانت ظهر لينا وسند لينا ومتواجدين هناك، بشكرهم طبعا شكرا جزيلا. لازم اشوف طبعا الولد رحيم اللي انا عمال اتكلم عليه بشكل كبير. عايزين بس نشوف الولد، نشوف الولد اللي متغرب سواء مع اسرته او لوحده، نشوف فكره ازاي يبقى عندنا ولد موهبه متغرب فكره كوره، فكره ان هو نزود له الكوره والموهبه. هنروح مع رحيم، كان لقاء خاص مع لاعب 2006، ونشوفه في نادي مليحه الاماراتي واللي متوجه قريبا ان شاء الله باذن الله لروسيا، نتفرج عليه ان شاء الله اوروبيا. نروح لرحيم ونرجع لحضراتكم مره تانية. رحيم الحريري، رحيم قول لي بقى مواليد كام، من اللي اكتشفك، ازاي الصحف الاماراتيه بتتكلم عليك بشكل كبير، واحنا هنا في مصر نايمين في الحصن مش عارفين رحيم، احكي لي بقى. بدايتي كانت اول حاجه في اكاديميه عجمان، بعديها اسمي طورت المستوى، بعدها رحت اكاديميه الاهلي. خلي صوتك يبقى عالي جامد كده عشان بص كل شباب بقى مصر مستنيه وبتتفرج عليه، وبص للكاميرا كده وبتكلم بقى بشكل كبير. بعديها رحت اكاديميه الاهلي كويس، بعديها اكتشف موهبتي صديق، كابتن صديق، كابتن صديق، كابتن صديق، بعديها كابتن هشام معاك ولعبي، ففضل يوديني انديه ووداني نادي الشباب الاهلي، بعديها من هناك وداني لمليحه. مليحه عشان اتطور اكتر. تمام، رحت الوسط بقى تشوفوك هناك مثلا، رحت انديه تاني. الخبرات الكبيره اللي انت بتشوفها دي في الانديه، في لعيبه كبار في الدرجه الاولى ما عصرتش اللي انت بتقول، يعني دلوقتي في وسط الميديا والسوشيال ميديا والشغل الكبير اللي بيتعمل للبراعم، محمد صلاح اللي عامل طفره كبيره في مصر، واكيد هدفك في يوم اللي هي بتبقى محمد صلاح التاني في مصر. موليد كام يا رحمه؟ 2006. 2006 مركزك الملعب ايه؟ وينج يمين ويسار. مين الوكيل اللي دلوقتي بيشتغل عليك شغل كويس وقادر ان هو ممكن هيوديك بدل النادي اثنين وثلاثه واكيد يتبناك بشكل محترف، ويمكن احنا كمان هنعمل معاه تعاقد بعد ما نخلص شغلنا، لانه ما شاء الله عامل طفره كبيره في الامارات. مين الوكيل؟ كابتن هشام. كابتن هشام مين؟ هشام هشام ماشي قول احنا كده كده هنقطعها عليه. هشام مهدي. هشام مهدي. كابتن هشام مهدي. كابتن هشام مهدي. كابتن هشام مين؟ كابتن مين؟ كابتن هشام مهدي. عم معاك شغل كبير جدا في الميديا وحاجه كبيره جدا واثرت في الانديه. مين مثلك الاعلى في الملاعب؟ نقول مثلا محمد صلاح. محمد صلاح. ده عالميا ولا محليا؟ لا عالميا. عالميا كمان محمد صلاح. شايف محمد صلاح طفره كبيره للمصريين، هل عشان محترم؟ هل عشان لعبه؟ ايه اللي كسبته محمد صلاح يخليك الفتره اللي جايه تبقى لعيب؟ الاحترام واللعب وال اسمه ده والرياضه، يعني زي ما تقول مفيش تحكمات ولا متخانق وكده. كويس. طيب مين بقى الشخص اللي عايز تقدم له التحيه والتقدير والحب وتقول له شكرا على اللي انت بتعمله معايا على مدار السنين كلها؟ كابتن هشام. وكابتن محمد صديق. طيب اكيد بقى، اكيد في حد في البيت بيدعمك، اكيد في حد في البيت واقف جنبك، اكيد في حد في البيت تعبان عشانك، واكيد بيروح معاك وبيلف معاك وبيمر دول كتير جدا جدا معاك، وعلى طول بيفكر لك في المستقبل. مين الشخص ده؟ بابايا. عايز تقول له ايه؟ شكرا ان هو بيتعب معايا كل يوم، كل يوم بيحاول يطورني. رحيم مبسوط جدا بيك، وان شاء الله باذن الله تبقى طفره كبيره، تكون كمان اسم للمصريين خارجيا.
احنا نتمنى لك يا حبيبي كل التوفيق ان شاء الله باذن الله من 2006 تبقى لعيب جامد جدا وتكسر الدنيا، لان مركزك في الملعب مهم جدا جدا. نشوف ابو تريكه جديد، نشوف محمد صلاح جديد، نشوف حد كويس نعتمد عليه. طبعا انا مش عايز اقول اتكلم كتير جدا عن دوله الامارات بصراحه، لان مهما اقول برضو مش هقدر اوفي كل اللي عملوه لينا في طول الفتره اللي فاتت. شعب محترم جدا جدا، مدربين المصريين اللي هناك على خلق وعلى احترام وعلى استقبال المصريين، بعيدا عن المدربين او اي شخصيات تانية كان ليها سلبيات كبيره، وده وارد طبعا يعني في كل الشعوب مش بس في المصريين. لما كنا موجودين في نادي الشارقه كان عندنا برضو سبق صحفي مهم جدا للأكاديميات. الأكاديميات هناك لازم أتكلم عليها سريعا عشان البرنامج. أكاديميات الأندية هناك هي الأكاديميات المسؤولة إن هي تغذي الأندية، مش زي عندنا مثلا تلاقي أكاديميات الأندية هنا مسمى فقط، ما فيش حد منها بيغذي أنديته خالص على الإطلاق يعني. لكن الأندية هناك الخاصة بالأندية بتغذي الأندية بتاعتها ومحدش بيخرج بره، كله تقريبا بيروح للأندية. ودي من أهم نجاحات الأندية، إنك بتاخد ابنك اللي أنت مربيه مش تبيعه هو صغير ولما يكبر ويشتهر تدفع فيه فلوس كتيرة تقوم تخسر وتقول طب ما هو كان ابني من الأول موجود، بعته ليه أو استغنيت عنه عشان أجيبه؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ودي حاجة سيئة جدا. معنا تقرير طبعا لأحد لرئيس أكاديمية نادي الشارقة، وده كان مهم جدا إن احنا نعمل معاه حوار. تقرير بسيط وهرجع لحضراتكم عشان اختم معاكم ختم المسك، عشان ختم المسك علشان ان شاء الله باذن الله غدا سنطير الى دوله الامارات باذن الله في ليلا، ونرجع لحضراتكم طبعا بتقارير جديده. نطلع لتقريرنا المبسط في نادي الشارقه مع رئيس اكاديميه نادي الشارقه، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. حلقة جديدة من صوت النجوم بتختلف اختلاف كبير جدا، كونها متواجدة في دولة الإمارات العربية الشقيقة فعلا لدولة لمصر، واللي بيعتبرها الإخوة الإماراتيين هي وطنهم، مش هنقول وطنهم الثاني، ولكن الأخوة والمحبة اللي موجودة والترحاب اللي شفناها في دولة الإمارات حاجة محترمة جدا جدا. النهاردة وإحنا في أحد أندية الكبار دور المحترفين نادي الشارقة الحاصل على دور المحترفين الموسم قبل الماضي، من الأندية الكبيرة جدا والعريقة في دبي ودولة الإمارات، برحب النهاردة معنا بكابتن حسن أحمد الحمادي مدير الأكاديميات أو مدير أكاديمية نادي الشارقة، واللي بتختلف اختلاف كبير جدا جدا عن المسميات اللي بنشوفها في الوطن العربي. الأكاديميات هنا بتصنع نجوم. أهلا وسهلا بك كابتن حسن. حياك الله أخي كابتن. أول شيء أحب أرحب بالإخوان في إخواننا في جمهورية مصر العربية، مثل ما قلت انت انهم نحن هم واحد يعني، وكنا اخوان يعني. طبعا انا بشكرك على طبعا تعاونك وحسن الاستقبال من اول ما دخلنا من بوابه النادي لغايه ما حوارنا ممتد هنا، ولكن كان لابد زي ما الامارات متقدمه في التجاره وفي الصناعه وفي الاستثمار، كمان التقدم المذهل الكبير جدا جدا في الرياضه على مدار العصور اللي فاتت لغايه وقتنا الحالي. كلمنا كابتن حسن عن طفره الاكاديميات هنا ودعمها للنادي ودعمها للفرق البراعم والناشئين. الحمد لله يعني الأكاديميات هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في الأندية طلعت لعيبة ومثلوا المنتخب الوطني، والدليل لو تلاحظ أنت المنتخب الوطني يعني الحمد لله في الفترة السابقة، ممكن هالفترة تقريبا شوية يمر في أزمة، لكن لو نرجع 4 سنوات 5 سنوات قبل كان منتخبنا يعد من أقوى المنتخبات اللي في آسيا، وهذه كلها من الاكاديميات طبعا، اللعيبه اكثر من طلعوا من الاكاديميات. يعني حضرتك عايز تقول ان الاكاديميات بتطلع لعيبه بتوصل للمنتخب؟ احنا ما بنشوفش الكلام ده طبعا في بعض الدول. اعتمادكم انتوا هنا بتجيبوا اللعيبه من الاكاديميات ولا بتبقى من خارج الاكاديميات؟ هما اكثر اللعيبه يتدرجون في المراحل من الاكاديميه اللي هي اكاديميه النادي نفسه، فتحصل اللاعب هو متدرج من المراحل السنيه يوصل للفريق الاول ويمثل المنتخب يعني، فاكثر اللاعبين بالدرجه وفي المراحل السنيه ووصلوا للمنتخب. هل بتعتمدوا كابتن حسن على المدارس الاوروبيه او المدارس الاجنبيه في دوله الامارات؟ احنا عندنا طبعا دوله الامارات بتضخ لعيبه كبار سابقين في الدوري الاماراتي واستفادوا كتير جدا من مدارسهم، كان عندكم لعيبه كمان احترفت بره، هل اللعيبه المحترفه؟ انا المشاهدين النهارده انا في قمه السعاده الحمد لله رب العالمين ان قدرت النهارده اكون متواجد معاكم في حلقه انا شايفها ممكن تكون مميزه للبعض مش لازم للجميع،
ولكن الحمد لله رب العالمين قدرنا من خلال اليوم الجميل النهاردة والحلقة. ولكن نجاح دايما صائد النجوم بيعتمد على أشخاص، بيعتمد طبعا على سبحان الله هو الأول اعتمادنا. النجاح ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفقنا، هو اللي بيسر لنا الأمور، وهو دايما 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 اللي ما أكيد ما بيعملش شر في حد، إحنا اللي بنصنع الشر من نفسنا. بشكر المولى عز وجل النهاردة إن قدرت أوفق في الحلقة، أو أكون حتى قدرت إن أنا أقدم لحضراتكم حاجة النهاردة مفيدة. ولكن الأشخاص اللي بتوجد هنا في قناة صحة وجمال واللي دايما واقفين في ظهري، من أول طبعا عم عزب الشخصية الجميلة المحترمة اللي أول ما بيشوفني من أول باب القناة الراجل بيسلم عليا، والراجل بيقف جنبي، والراجل محترم جدا جدا وأنا أعتبر زي ابنه، بشكره شكرا جزيلا عم عزب المصور المحترف واللي واقف ورا الكاميرا بكد له كل التقدير والاحترام. مخرجنا الجميل النهاردة اللي تعرفت عليه النهاردة أول مرة أستاذ وليد عمارة، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ وليد على احترامك وعلى تقديم حاتم عسكر بالشكل المختلف النهاردة، شكرا جزيلا طبعا مخرجنا الجميل صلاح أبو سعدة، محسن علام، محمد عبد السلام، تامر عبد المجيد، تامر فهمي، برضو طبعا أنا بشكركم شكرا جزيلا كل الأشخاص المحترمة النهاردة اللي كانت موجودة معايا، فريق إعداد البرنامج صوت النجوم سهى بكر، محمد حاتم، مي بدوي مدير التسويق، بشكرك شكرا جزيلا على نشاطك الملحوظ الفترة اللي فاتت، خالد زغلول وأحمد شواتفي بشكركم شكرا جزيلا، حاتم عسكر إن شاء الله بإذن الله سيعود بعد أسبوع ليكم بشكل جديد وبشكل مختلف، صوت النجوم لن يختفي أبدا، بشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.